إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل بطبق جديد طبعا من مطبخ سامراء. بالنسبة لطبق اليوم مثل ما قلنا هو سلطة الحمص. طبعا عندنا الحمص جاهز، راح نقطع اللهانة بالبداية. عندنا اللهانة والطماطة والفلفل أيضا، لهانة راح نستخدم كمية قليلة. طبعا طبعا هاي الكمية تكون كافية بالنسبة للحمص اللي عندنا موجود. طبعا بالنسبة للحمص علبة واحدة تكون كافية. التقطيع راح يكون ناعم بهذا الشكل، الطماطة والفلفل واللهانة راح يكون بهذا الشكل. طبعا بالنسبة لسلطة الحمص مرات احنا نسويها نضيف وياها البصل. طبعا بهذا الطبق ما راح نقدر نضيف البصل لانه عندنا اللهانة الحمراء، اللهانة الحمراء والبصل ما يتراهمون مع بعض. مثل ما تشوفون نقطعها بهذا الشكل، شغلتها جدا سهلة وبسيطة ما بها أي صعوبة. عندنا الطماطة طبعا بالنسبة لتخفيض الوزن، طبعا اللهانة أفضل شيء من الخضروات، اللهانة الحمراء والبيضة والليمون أيضا يساعد هواية. نفس تقطيع طبعا، والحمص راح يكون نفس الشكل يعني نفس الحجم. راح نضيف الحمص ايضا، يبقى عندنا الفلفل فقط والتتبيلة. عماد، سؤال على طار الحمص. نعم. يعني احنا مقبلين على فصل الشتاء ودائما اللبلبي يعني يعتبر مادة أساسية للعائلة العراقية في فصل الشتاء. نعم. ليش اللبلبي مال البيت ما يصير مثل مال السوق؟ من يا ناحية؟ من ناحية الليونة اللبلبي، من ناحية مي اللبلبي يكون يعني اكو يعني قصدك اللي بالسوق يكون أطيب. أطيب بهواي. أطيب بهواي. المشكلة بالكمية لو شنو؟ بالنسبة طبعا للبيوت اكو بعض البيوت يسوون افضل من مال السوق، هاي وحدة. وثاني شيء الناس من تشتري الاكل من برا اكيد يشوفوا طعمه اطيب لانه شغلة بفلوس. لا لا بس انا اكو شيء ثاني. نعم. حلو. نعم اكو شيء ثاني، الناس من تسوي حمص المفروض ويا الحمص شو يخلون؟ يخلون عظام، عظام مال الحول يخلون ويا الحمص، او يخلون اكو ناس تحب تخلي لحم مال غنم. حلو. ايضا يعطي طعم طيب. حلو. بالنسبه للحمص شنو هو؟ يتنقع بصوره صحيحه، يعني يحتاج له ممكن ساعتين، يتنقع ساعتين وبعدها ينضاف. طبعا ينغسل زين ونخليه بجدريه، نضيف ويا البصل طبعا اول ما ينسلق. البصل ويا الحمص؟ نعم نعم. نضيف لبلبي يعني لبلبي شيء ضروري. حلو. شيء ضروري. حلو. البصل بعد ما طبعا راح ترفع الزفاره وهذا كلها تنذب وهاي. حلو. يبقى يستوي على نار هادئه. حلو. طبعا قبل طبعا اللحم نسوي فريده تشريبه واللبلبي ناكله بالليل. نعم. اقول لك اللحم نسويها تشريب فريده واللبلبي بالليل. لا احنا ممكن اكو ناس يعني بعض الناس ممكن تخلي عظم يعني مو فت مشكله، بس مشان الطعم للنكهه، بس احنا انا احتاج طعم. واكو ناس ما تريد تخلي حتى عظم. المي مال البيت يصير عادي يعني مي اللبلبي خفيف قصدك؟ خفيف. بالسوق يصير عاقد عاقد يعني ثخين، المي ثخين مال اللبلبي. ايضا اللبلبي يكون بالبيت يعني من تاكله يتقرقط نسميه يعني ما يستوي زين. قصدك مو مرن؟ مو مرن ولا طري. افتهم عليك. بالسوق يكون مرن وطري. هنا انا قلت لك هي طريقه التنقيع شلون. اكو ناس ما تنقع بدون ما هذا مباشره يخليه على النار يطلع من التشيز. لازم تنقع. هو ما يستوي 100%، وحتى اذا استوى راح يكون ساعتين تكون كافيه. واللي مستعجل مثلا يحتاج بساعه واحده يخليه بالمي ويخليه ويا المي يخليه ملح. لك من ساعتين افضل؟
إذا أسوي أربع ساعات ساعات مو مشكلة يعني مو مشكلة حتى يكون ناس يعني تخليه بالليل ثاني يوم الصبح يعني مو فت مشكلة. بالنسبة للتنقيع إذا واحد يكون مستعجل يقدر يضيف طبعا يقدر يضيف وياه ملح يتأخر ساعة واحدة تكون كافية له ساعة واحدة إذا يخلي ملح مع اللبلبي بالمي تمام نعم الملح بيساعد نعم. إحنا ضفنا طبعا الكاتشب ضفنا زيت الزيتون ودبس الرمان ينطي طعم طيب مع اللهانة الحمراء راح نضيف وضفنا الليمون أيضا هذا الملح يبقى عندنا آخر شيء الكمون الكمون مع الحمص ينطي طعم جدا طيب يبقى عندنا آخر شيء المعدنوس نقدر نضيفه زينة الطبق وأيضا تجي على نوعية الحمص أحمد مثل ما أنت تقول الحمص يعني الحمص إذا ما يكون نوعية زينة إش ما تسوي ما راح يطلع طيب وحتى شكله شنو راح يصير يعني أنت مرات أنت تشوف حمص أكو حمص يكون ناعم مثل هسه هذا ناعم أكو حمص يكون خشن تمام يعني كل حمص له شكله وله طعمه وله يعني مثل ما نقول يعني هذا يستوي بسرعة وهذا ما يستوي وهذا بي طعم طيب وهذا ما بي نقدر نضيف معدنوس بالنص بهذا الشكل هذا معدنوس لو كرفس هذا معدنوس 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 يصير يعني شكل وطعم شكل وطعم وينطي شكل للطبق تمام. أيضا نعم. إذن إلى هنا تكون حلقة